هلا فيكم مشاهدينا الكرام في كل مكان عبر القناة الرياضية من تلفزيون دولة الكويت. يسعدنا نكون معاكم في حلقة جديدة من برنامج الحصاد الرياضي اللي نتابع من خلاله أهم وأبرز الأحداث الرياضية في الساحة المحلية والعالمية. حياكم الله معنا. البداية مع التقارير الإخبارية، حيث أجرى الاتحاد الكويتي لكرة اليد قرعة بطولة الدوري العام للعبة لموسم الرياضي 2024-2023 في صالة الشهيد فهد الأحمد بالدعية. نتابع معكم هذا التقرير مع المراسلة عهد الخميس. متواجدين اليوم في قرعة بطولة الدوري العام لكرة اليد في مقر الاتحاد بالدعية. خلكم معنا لتفاصيل أكثر عن هذه القرعة. أسفرت قرعة بطولة الدوري العام لكرة اليد للرجال يوم الاثنين الماضي عن توزيع الفرق 14 المشاركة إلى مجموعتين، ضمت الأولى كل من كاظمة، النصر، اليرموك، بورغان، الساحل، الكويت والفحيحيل، بينما ضمت الثانية كل من التضامن، العربي، خيطان، القرين، السلمية، صليبخات والقدسية. وتنطلق البطولة في 6 فبراير المقبل، حيث سيتواجه في الجولة الأولى كل من القدسية مع كاظمة، النصر مع صليبخات، السلمية مع اليرموك، بورغان مع القرين، خيطان مع الساحل، الكويت مع العربي، والتضامن مع الفحيحيل. وتقام البطولة من 3 أقسام. الأول تمهيدي، تتقابل كل الفرق في البطولة مع بعضها البعض بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل عن الدور التمهيدي 6 الفرق الأولى في الترتيب العام إلى القسم الثاني الدوري الممتاز، وتتنافس على لقب البطولة والمراكز الثلاثة الأولى بنظام الدوري من قسمين ذهاب وإياب مع احتفاظهم بنقاطهم من الدور التمهيدي. أما الفرق الثمانية المتبقية من الدور التمهيدي فتلعب دوري الدرجة الأولى بنظام الدوري من جولة واحدة فقط، وتحتفظ بالنقاط التي تحصلت عليها في القسم التمهيدي. اليوم قرعتنا في بطولة الكأس، بطولة الدوري، الهدف الرئيسي من استحداث هذه البطولة بالنظام نلعب نظام دمج بعدين نظام، لأن في بعض الأندية اللي هو نادي الجهرة ونادي الشباب انسحابهم من الدوري، فهني خلت نظام البطولة أو نظام تغيير نظام البطولة عشان يعطي حافز ويعطي تحفيز حق جميع الأندية، ومنها عدد المباريات ومنها الاستفادة من الحماس الدوري راح يكون له طعم أكثر وأفضل. وهذه الفكرة اللي وضعتها لجنة المسابقات ودعم إخواني أعضاء الاتحاد بتطوير دائما مسابقاتنا وتفعيل النشاط في المسابقة.
بالنسبة حق استعداداتنا، احنا شاركنا بالبطولة العربية وشفتوا المستوى، الحمد لله يبشر بالخير. وردينا الكويت، لعبنا مباراة ودية، اللاعبين ملتزمين، روحهم عالية، مستعدين إن شاء الله. ما أقدر أصرح كل شيء طبعا، في مدرب، في مساعد مدرب، يمكن يصرحون أكثر مني أنا وبوايد، عرفت. والحمد لله إن شاء الله هالسنة العربي غير. وحتى بالنسبة حق القرعة تشوفها زينة، وايد وايد زينة، حتى الاتحاد استعداده كان وايد زين، الحضور شفتوا اليوم كان وايد زين، من الأندية، من بعض الإعلاميين هم كانوا موجودين. فإن شاء الله بطولة اليد هالسنة تبشر بالخير. كل التوفيق لجميع الأندية المشاركة في بطولة الدوري العام لكرة اليد. وننتقل للاستديو. تستمر منافسات بطولة الاتحاد الأولى للعمومي للكاراتيه للموسم الرياضي 2023-2024. نتابع معكم هذا التقرير مع المراسلة شهد الخميس. مشاهدين القناة 3، متواجدين اليوم في الاتحاد الكويتي للكاراتيه لحضور بطولة الكاراتيه للأندية. تبون تعرفون تفاصيل أكثر؟ خلكم معنا. الحمد لله، يعني منافسة مشتركة بالأندية كلها، يعني متوزعة، يعني الذهبيات يعني ما شاء الله أمس واليوم تقسم على 5 أندية 6 أندية، يعني منافسة قوية بالأندية الحمد لله. مستويات ممتازة، هي البطولة هذه راح نختار منها حق لاعبين إن شاء الله المنتخب اللي راح يمثلون منتخب في الخطة القادمة. يعني احنا عندنا خطة تقريبا لمدة سنة قدام على أساس بطولة آسيا، عندنا بطولتين آسيا إن شاء الله، في واحدة في الفلبين واحدة بالصين ورا بعض، واحدة ناشئين شباب واحدة حق العمومي، وبعدين وراها ان شاء الله بطولة العالم راح تكون في شهر 10. فهو راح يتم اختيار اللاعبين من البطولة هذه بإذن الله. هذه البطولة بطولة فئة العمومي اللي هو فوق 18 سنة، وما شاء الله تبارك الرحمن في هذا الموسم هذه أول بطولة للعمومي حق موسم 2023-2024. ما شاء الله مكونة من 8 مسابقات كاتا وكوميتيه. المفاجأة كانت أن العدد المشاركين في كل مسابقة ما يعادل تقريبا 12 فريق، يعني 12 نادي، فهذا العدد الهائل هذا هو أول طفرة وأول نجاح حق الموسم 2023-2024. والله شوف مستويات رائعة في البطولة، وما شاء الله يعني الأندية قاعد تنجز من لاعبينها من فئة الشباب لفئة الرجال، وما شاء الله الحين قاعد حاليا قاعد يشاركون فئة الشباب سابقا الموسم اللي فات، والموسم هذا يعني قووا فئة الشباب، صاروا الحين فئة العمومي، وصار إبداع باللعب زيادة، يعني صار لعبة حلوة وأحلى من قبل يعني فئاتها. وإن شاء الله مستمر يكون الأندية بإنجازاتهم اللي قاعد يجون حق اللاعبين ولاعبينهم. المستوى جدا 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 قوي الحمد لله رب العالمين، لأن إحنا عندنا
اللاعبين لاعبين الأندية أغلبهم في المنتخب الوطني، والمنتخب الوطني شارك في السنة اللي طافت عدة بطولات، فكل اللاعبين من جميع الأندية مستعدين، فالمنافسة شديدة يعني في أوزان أنت ما تدرين منه راح ياخذ الذهبية. قدموا اللاعبين مستويات جدا جميلة ورائعة في هذه البطولة، وأكيد المنافسات كانت جدا جميلة. نشوفكم في تقارير قادمة، مع السلامة. تم افتتاح تجريبي للقرية الرياضية في الساحة النموذجية في منطقة مشرف في إشراف وحضور مدير الهيئة العامة للرياضة. نتابع معاكم هذا التقرير مع المراسلة عهد الخميس. مشاهدين برنامج الحصاد الرياضي، متواجدين اليوم في منطقة مشرف في الساحة النموذجية لحضور الافتتاح التجريبي للقرية الرياضية. خلكم معنا لتفاصيل أكثر. افتتح مدير الهيئة العامة للرياضة السيد يوسف البيدان القرية الرياضية التي ينظمها الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع في الساحة الرياضية بمنطقة مشرف بحضور رئيس وأعضاء الاتحاد، والذي يعد مشروعا رياضيا يخدم المجتمع ويهدف إلى بناء الشخصية المتكاملة من خلال إتاحة الفرصة وتحفيز وتشجيع جميع أفراد المجتمع لممارسة الرياضة واستغلال الأجواء الجميلة في مثل هذه الأيام. طبعا هذه القرى اليوم تعتبر قرى نموذجية لتحفيز المشاركين في كافة المحافظات، وبنفس الوقت راح ننتقل إن شاء الله من ساحة مشرف إلى جميع المحافظات. كل نهاية أسبوع راح يكون هناك برنامج للمجتمع الكويتي من عمر الطفولة إلى كبار السن وكذلك الجنسين. اليوم إن شاء الله الافتتاح التجريبي حق القرية الرياضية، أول قرية راح تكون قرية ساحة مشرف الرياضية. نفس ما أنتم شايفين القرية كبيرة، فيها أنواع عديدة من الرياضات، ممكن الكل يمارس الرياضة من عمر صغير من 4 سنين لعمر كبير، الكل ممكن يكون ونتمنى الكل يكون موجود بالساحات الرياضية اللي قدمها الاتحاد الكويتي الرياضة الجميع. كانت زيارتنا اليوم للقرية الرياضية مكان مناسب وأنشطة وفعاليات للصغار والكبار. كل اللي عليكم تزورون القرية الرياضية في منطقة مشرف. وننتقل إلى الاستديو. شكراً لزملاء أسرة الإعداد وأكيد تقديم هذه التقارير المهمة، وهي دائماً معنا في الحصاد الرياضي. ننتقل إلى الخبر القادم. ضمن منافسات دوري السوبر الآسيوي لكرة السلة 2024، تغلب نادي المحرق البحريني على نادي الكويت الكويتي بنتيجة 101-96. نتابع معاكم هذا التقرير. حتى
حقق المحرق البحريني فوزا مثيرا على نظيره الكويت الكويتي في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي ضمن منافسات بطولة غرب آسيا لكرة السلة، وأنهى المحرق المباراة لصالحه بفارق 5 نقاط بنتيجة 100 نقطة مقابل 96 نقطة بعد ندية كبيرة بين الفريقين. وبهذه النتيجة رفع المحرق البحريني رصيده إلى 7 نقاط بالتساوي مع الكويت ليعتلي صدارة المجموعة، بينما يوجد الريان القطري والأهلي السعودي في المركزين 3 و4 على الترتيب. تستمر إنجازات أبطالنا في المشاركات الداخلية والخارجية، وضيفنا اليوم مدرب كيكوشن كاراتيه وله إنجازات مميزة في بطولة آسيا للكاراتيه. نتابع معاكم هذا التقرير الخاص بضيف اليوم. بالإصرار والعزيمة والإرادة يصل كل مجتهد لما يريد، فالعجز والحيرة والإحباط قد تتلاشى متى ما حضرت مقولة إصرارك هو نجاحك، إنجازك هو قرارك. يوسف خالد العنزي أنموذج مشرف لروح المغامرة والتحدي، واصل إنجازاته على الرغم من الصعوبات والعوائق التي واجهته، وكان آخر هذه الإنجازات حصوله على المركز الثاني في بطولة آسيا التي أقيمت في تركيا قبل عدة أيام. معكم في تقديم برنامج الحصاد الرياضي، وبعد ما شاهدنا التقرير نرحب في ضيفنا اليوم كابتن يوسف العنزي. كابتن حياك الله معنا في الحصاد الرياضي، نورتنا اليوم. الله يحييكم، مشكورين على الاستضافة الحلوة هذه. يعني ما أنك مدرب كيوكيشن الكاراتيه، وهذه يمكن اللعبة الجميلة والبعض يشوفها لعبة رائعة وراقية، وخاصة أنها خالية اليد بدون أي أسلحة، ويمكن لها معنى جميل أيضا هو الحقيقة النهائية، صحيح؟ تعتبر يعني بهذا المعنى؟ هي تشوفينها ان ستريت فايتر،
هي الدمج فيها طق، يعني تحس بالطقه، مو نفس في العاب ثانيه التتش كلها تتش صحيح، بس لا بالكيوكشن تحس بالطقه، تحس بالهذا. نعم انا يمكن شاهدت احدى الفيديوهات، يعني الضربه القاضيه يعني كانت طقه فقط على وجه اللاعب، خلاص طاح اللاعب واستسلم. فيها اكثر هذه خطوره، اذا في اكثر من ضربه قاضيه. نعم في احنا البوكس ما في على الوجه، بس تقدر تشوت بالريل على الوجه بالقدم. بس نعم في الضربه قاضيه تكون من الجسم، من البوكس يتعور، من البوكس يقعد. في هي الضربه اللي على الراس تنحسب نقطتين. نعم الطقه الاولى تنحسب لك نقطه، الطقه الثانيه تصير نقطه، خلاص النقطه الثانيه فوز. هي تنحسب على نقطتين، عشان كذي طقة الراس تكون دائما العالم تركز عليها اسرع. صحيح. بالذات بالفئة العمر الصغار يشوتون فوق وايد. يعني القصد من هذه الحركة انهاء اللعبة بشكل اسرع. ايوه والنتيجة قاضية مثل ما قلت. ايوه يعني نبلش معك اكيد هذه الاسئلة اليوم. نبارك لك في البداية حصولك على الانجاز المشرف على المركز الثاني في بطولة اسيا اللي اقيمت في تركيا، نتكلم عن هذه المشاركة الجميلة والف مبروك لك الفوز. الله يبارك فيك. كانت بطولة اسيا هي كانت عندي مثل اول انطلاقة لي. نعم. تكون كان اول مباريات اشارك فيها برا، هذه اول لعبه العبها برا بطوله اسيا، وكون اخذ ثاني اسيا زين وايد حلوه. نعم شنو اضافت لك كلاعب وايضا كدوله الكويت ان اسمنا يكون موجود في هالمحفل المهم؟ اضافت لي ان شيء انجاز لي، هو ما في دعم. اول شيء هي كل شيء انت رايح على حسابك، رايح كل شيء. نعم. بس اسمك انك ترفع العلم وين ما تروح. أكيد. وهذا شرف أكيد لكل مواطن كويتي يكون فعلا حريص على وجود اسم الكويت ويحصل بعد عندهم على هالميداليات المهمة. نروح إلى يمكن من المنافس الأقرب لك دائما في هاللعبة؟ أي شخص يجهز ولا إنه يلعب زين وقاعد يستمر بالتمرين وهذا راح يكون منافس. عندنا أبطال وايد بالكويت، هم برا الكويت وايد فيها أبطال. نعم عادة المشاركين خارج الكويت هي لعبة فردية في النهاية صحيح؟ تعتبر نعم تقريبا المشاركين من الكويت انتم تروحون مجموعه او كل واحد نقدر نقول على حسب فئته؟ هي على حسب اوزان. نعم. اذا كان في البطوله الموجود وزنك والعمر اللي انت مسجل فيه تقدر تروح تشارك فيها. اذا ما كان في عاد تشوف لك بطوله ثانيه. نعم نتكلم عن بداياتك في هذا المشوار والفنون القتاليه خاصه في مجال يمكن الكاراتيه والاشخاص المساندين والمشجعين لك، لان البعض يتخوف من هاللعبه، يخوف من الاصابات، يقول لا ايش لك فيها، في العاب ثانيه شويه اقل اصابه. شوف انا بلشت باللعبه هذه عمري 4 سنين، ابوي خذاني انا وظاري اخوي، ظاري اخوي هم مدرب اللعبه هذا، فهو اللي شجعني من البدايه، كان احنا كنا بين 8 خوات فخلانا باللعبه هذه الفنون القتاليه، فأعطانا البوش، هو اللي كان مساند لي، هو اللي كان يعطيني الدعم كله. الحين الحمد لله كبرنا حبينا اللعبة، اللي صار مساند والدعم والتشجيع كله ظهر أخوي. نعم ظهر يعني أخوي هو اللي الحين كل شيء معاي. دخلتوا مع بعض منافسة ما أنكم أنتوا أخوان يعني؟ لا. في نفس المجال تقريبا ما نلعب، ما صادفتوا بعض في إحدى المنافسات؟ لا لأنه هو وزن وأنا وزن غير. فحتى لو أن نتواجه مع بعض. نعم. ما ألعب قدامه. ما تحب؟ ما ألعب قدامه. نعم. هو الشخص الوحيد اللي ما ألعب قدامه. صحيح. يمكن كثير صادفنا في برنامج الحصاد الرياضي اخوان مثلا مع بعض، الاب وولده مثلا، الولد وعمه، فنشوف بصراحه الاسر الرياضيه هذه احيانا لها نفس الاهتمام والتوجه. انت اخترت يمكن هذه الرياضه من توجيه الوالد. صحيح. تحب انه يعني ايضا ان شاء الله الابناء نفس الرياضه ولا تقول لهم لا هذه صعبه وخطره نشوف لكم رياضه ثانيه؟ ان شاء الله العيال هم راح يلعبون نفس اللعبه، راح اخليهم يمشون على نفس المجال. نفس المجال كان يعني. انا مدرب فيها. لا ان شاء الله راح اخليهم يدشون نفس اللعبه ان شاء الله. بناخذ منك نصائح بعد شوي خاصه على الصغار في العمر. المعسكرات يمكن كابتن يوسف، المعسكرات شلون تاثر على اللاعب؟ تضيف له متى ممكن نقول الكابتن يدخل هذه المعسكرات وتاخذ من وقته يتدرب بشكل صحيح وبشكل متكامل بعد؟ شوف هي المعسكر لازم يكون في معسكر موجود عندك عشان تقدر تلعب. انت لما تروح تنافس لازم يكون تجهيزك ومعسكرات بينكم بين فريق، وفي افرقه هني انا المعسكرات اللي اخذتها بالكويت بس. ما طلعنا برا. نعم. في ناس يطلعون برا يروحون معسكرات برا يلعبون، تفيدك وايد بوقت البطوله المعسكرات. نعم ايش كثر تاخذ وقت؟ انا بتكلم عن الكويت مثلا، فتره المعسكرات هذه من شهر وشوي. نعم. تقريبا. هل هي كافية لتدريب مكثف مثلا إذا بعد ذلك في بطولة؟ إذا أنت قاعد تجهز حق بطولة الشهر ما يكفي. أنا لازم أنت أقل شيء أنت بتجهز حق بطولة أقل شيء تكون مستمر على التمرين 6 شهور. نعم
عشان تقدر تقول أنا أبي ألعب وأشارك وأقدر أسوي شيء. أنا ودي أسألك عن تجهيز لبطولة معينة، تشوف اللاعبين اللي داخلين هذه البطولة، تبحث عنهم، تشوف فيديوهاتهم، شلون تحضر لبطولة مهمة؟ إذا شوف هي قبل الله أنت تبلش البطولة، إذا كانت بالكويت راح تعرف منه كنت تلعب معه، إذا برا الكويت ما راح تكون تعرف لين بعد الميزان. بعد الميزان توزنون وتخلصون تشوف منه اللي راح تلعب معه. نعم. هني في بعضهم يكون في منزل عنده باليوتيوب فيديوهات حق بطولاته، لعبة، دش تبحث تشوف عشان تعرف شنو الشخص اللي راح تلعب معه. نعم. يمكن نوضح أكثر الصورة للمشاهد الكريم، موضوع الميزان لكل لعبة، أنت قبل ما تدخل أي لعبة توزن، وإذا الوزن مناسب بالملي مثل ما يقولون في الأجزاء من هذا تدخل الفئة. أنت لكن زايد شوية ما تدخل. يعني أنا آخر بطولة نعم. آسيا شاركت فيها بوزن 85. نعم. لو 85 بوينت مثلا واحد لو 81 راح تلعب فوق ال 85. نعم. لو 86 تلعب فوق ثانية خلاص. تروح تحت 90. اي نعم. هي من تجي من 5 كيلو 5 كيلو. كل 5 كيلو يلعبون مع بعض. نعم. فانا نزلت وزني ال 85 عشان العب من 85 وتحت ليه 90 ليه 80. فاذا رفعت لو اجيهم 86 راح يصعدني مع الوزن اللي فوق. صحيح. على طول. فانت لازم تحافظ على وزنك لين توصل. يعني هذه فعلا نقدر نقول فيه نوع من الضغط شويه والتوتر، ان انا اكون حريص جدا على الوزن لاخر لحظه. والله حيل. اي نعم. حيل الضغط وانك تمسك انك ما تقدر تفتح. انا بطولة الاخيره هذه انا رحت صايم. قعدت لين وصلت لين وزنت خلصت يلا قدرت اكل عشان اجيب وزني. نعم. كان طيران وحبسه ماي وهذا، فقلت لو انك تاكل اي شيء احتمال يرتفع وزنك. نعم. فانت ما تبي تسوي اي شيء قبل يوم البطوله فتبي تريح، فكنت صايم لين وصلت. طيب هذا الصيام ما ياثر على القوه البدنيه؟ يعني خاصه انا بدخل شويه مرهق الى البطوله هذه. لا أو انت بعد الميزان راح تاكل. تاكل راح ترجع راح ترجع كله راح تلود على طول. نعم. فراح ترجع امورك تمام. نعم. نشوف هذا الفيديو الجميل هذا وين كان كابتن يوسف العنزي إذا تشوفه معنا. هذه تذكر وين كانت البطولة؟ هذه بطولة بالكويت. في الكويت ها؟ اي نعم. تقريبا ما صار لها شهرين. منو اللي فاز فيها ومنو اللاعبين إذا تحب تذكر يعني بعض الأسماء؟ هني أخذت فيها المركز الأول أنا. ما شاء الله. زين كنت ألعب مع الرجعان. نعم. عند كابتن مبارك العجمي. يعني هذه الألعاب فيها التحام نوعاً ما نقدر نقول. مثل ما تسمونه يعني فيها في التحام فيها حيل فيها هي أكثر لعبة فيها التحام غير يعني من الكاراتيه هم تتش التكواندو هم تتش غير الملاكمة بس أخف يعني إيه؟ إحنا بوكسات على الوجه ما في الكاراتيه لا تتش النقاط صح. نقاط نقاط نعم. نقاط لين تفوز هي هذه ما فيها نقاط يا أنت تكمل ليل أخير وترجع حكام تفوز نعم. أو ضربة غاضية وتفوز صحيح يمكن نرجع إلى موضوعنا وهو كونك مدرب في مجال كيوكوشن الكاراتيه الفئة العمرية اللي تدربها وإحنا تكلمنا ودنا نأخذ شوية عن الأطفال أكثر من متى الواحد ممكن يبدي فيها اللعبة؟ تقدر تبلش من عمر 4 سنين نعم. يقدر يبلش اللاعب إذا كان الأربع سنين يعني لما أعطيه أقول له سوي الحركة الفلانية ولا توقف مكانك يسمع الكلام يقدر يبلش لين يقدر هو يقول خلاص ما أبي نعم. بس من 4 سنين تقدر تستقبل اللاعب ويستوعب معاك اللاعب وتعطيه تقدر تعطيه امر هذا من 4 سنين من 4 سنين وما أيوه. فوق هذه اللعبه يقولون ما لها عمر صحيحه هذه مقوله صح نعم اللعبه انت متى ما توقف يعني في سينيور للحين قاعد يلعبون في هم سينيور في فوق ال 35 40 قاعد للحين هم يلعبون ما شاء الله عليهم وفي اكثر يعني يمكن احد اللاعبين قالوا لي مثلا في اليابان او غيره في عمر 70 ما زال يمكن يمارس نسولف عن الكويت يعني ما لها عمر فعلا صح ما لها عمر نعم. هي لان انت كثر ما تحب اللعبه كثر ما راح تعطي صحيح صحيح نعم نتكلم شوي عن التدريب ذكرنا قبل شوي ايش كثر تحتاج وقت وتدريب مكثف انه يكون عندي لاعب مستعد لمشاركه لبطوله لازم انت تشوف اللاعب من البدايه اذا اللاعب بلش وقاعد يتمرن ويعطيك من نفسه زين اقل شيء لازم تلتزم على الصغار اقل شيء تلتزم معاه شهر شهرين نعم. بس كونك انت رجال تلعب ولا ناشئين لازم مده طويله تتمرن تحتاج الى فتره طويله ايوه نعم كيف يهتم يمكن الجانب النفسي المهم والمعنوي لكل لاعب انا ذكرت يمكن في البدايه احيانا الوزن يسبب لك توتر ضغط نفسي بعض الامور اللي تحصل بعض نقول التحديات اللي تصير ايش اللي يستخدمه اللاعب عشان يشجع نفسه او اللي حوالينا ممكن يكونوا داعمين له ايضا مدربك لازم يذكرك دائما انت كل انجازاتك انت خلاص تكون بحاله انه يلا تبي تشارك بس بالبطوله تبي تخلص الميزان تبي تخلص هذا
مدربك يجي عشان يشجعك، يعطيك انت شنو سويت، شنو انجازاتك، انت ايش كثر فزت، زين انت لازم تزيد بالتمرينك عشان تاخذ البطوله. لان نعم. كل العالم قاعد يجهز معك. اكيد طبعا، وكلهم داعمين، داعمين لك على طول، يعني داعمين لك، وخاصه الحضور الذهني بعد جدا مهم بالنسبه لكم انتم كلاعبين. صحيح. نعم. لازم يكون موجود، انك تكون مركز. انت لما تذكر انجازات اللاعب راح يفكر انه لا صح انا انجازاتي واجد، لازم انا ابلش عشان اجيب أكمل. انجاز اكمل انجازاتي المسيرة. بالنسبه للنظام الغذائي، وهذا مهم جدا، انت يمكن ذكرته قبل شوي ان الميزان والامور هذه، بس انا اتكلم على مدار السنه، شلون اللاعب الكاراتيه يحافظ على نفسه، على وزنه، على شكله، وايضا اللياقه من خلال النظام الغذائي اللي يكون منظم. يعني المفروض النظام الغذائي لازم المدرب يشوف انت شنو، متى تفتح، متى تمسك بالاكل، ايش كثر كميه الاكل. هذا المدرب وايد له دور فيها. نعم. انه يقدر كنا يراقبك، شنو سويت اليوم؟ قول لي شنو سويت عشان أعرف شلون أخليك ثاني يوم تنزل بالوزن. أما ما كيفك ما راح يصير أي يعني شيء. يعني المدرب يتدخل حتى في نوع الأكل، مثلا يقول لك أنت اليوم كليت هالوجبة، لا باكر عوض، أخذ أقل سعرات حرارية أو وجبة المدرب مختلفة. المدرب يتدخل حتى بطريقة نومك، متى تنام متى تقعد. نعم. لازم تنام باكر، يعني إذا كان تبي توزن أقل شيء لازم تكون نايم 8 ساعات. نعم هذا ضروري، يعني ضروري تكون نايم 8 ساعات وتوزن على 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 الريج. أول ما تقعد توقف على الميزان. نعم. عشان تصيد الوزن صح. يعني البعض يقول لك ان بعض اللاعبين او اللاعبات جدا حريصين على الاوزان، انا يمكن اكتشفت مؤخرا ان لاعبي الكاراتيه ايضا جدا حريصين على قياس الوزن يوميا. يعني في البعض عنده يعني خلاص كل يوم انا لازم اوزن. انا قبل البطوله بشهر كامل كل يوم اول ما اقعد من النوم لازم اوقف على الميزان. اليوم كم وزني؟ نعم. على الوزن راح اعرف شنو اكل. إذا ما نزل وزني ما راح أكل. زين بالنسبة للمناسبات، الأعياد، المواجيب، إحنا عندنا نقول في الكويت المواجيب تروح لهم، بس تروح لهم ما تشارك. يا تكون وجبتك وياك. نعم. عشان تتأكل، يعني في لأن في وقت نهاية. أنا آخر وجبة لي كانت زين الساعة 10 بالليل مثلاً. صحيح. فعشر بالليل أنا بعدها لازم ما أكل، بس أشرب ماي، قهوة عادي، بس أي شيء فيه سكر ما تشربه. ممنوع أي شيء. الشاي ما تشرب. نعم. فأنت المناسبات يا تكون ماخذ وجبتك معك ولا توقف تطالعهم. نعم. متى تكتشف أن اللاعب اللي قدامك أو مهارات اللاعب ممكن يكون بطل في يوم من الأيام؟ شنو الموهبة اللي يشوفها دائما الكابتن أو المدرب في اللاعب؟ على الصغار تشوف أمه وأبوه، ما تشوف الصغير. نعم. إذا أمه وأبوه حابين أنه هو يكون بطل راح يكون بطل اللاعب. إذا أمه وأبوه عادي بس أنه يلا يتمرن بس بفترة الصيف وخلاص، احتمال إذا الشخص هو حبها. إذا حب. أما إذا هو من هو صغير الأم والأبو يشجعونه وياه ولازم تصير بطل وكل يوم، هني يصير بطل اللاعب. أكيد. ودائما الدعم النفسي والكلام المحفز يمكن للأطفال بالذات هو اللي يشجعهم. صحيح. ودائما نقول أحيانا الكلمة الحلوة تخلي الطفل هذا يبدع ويدخل في المجال. وبعض الأطفال كابتن شفناهم بالعكس ابتعدوا على الكاراتيه، يعني راح النادي مرة ومرتين، ما أدري من المدرب أو من البيئة المحيطة، تلقى ما حب اللعبة وطلع منها. تلقين بدايته أول ما بلش المدرب يكون شاد معه وجاية غصب. نعم. النادي هو جاية غصب. إذا الأبو ما أخذ الولد يعني بحب وإنه تعال وتمرن لازم تصير قوي، والمدرب من أول ما بلشت شد عليك، ما راح تحب اللعب. أكيد. أنا أول ما بلشت باللعبة ما كنت أحبها. نعم. مع هذا صرت بطل الآن. أيوة الحمد لله. شو اللي خلاك تحبها عيل؟ حطيت ليمت إني أشوف أخوي شنو سوى، أبي أصير نفسه. نعم. يعني نقول هذه البطولات الجميلة احنا نشكرك عليها، وفي الختام شنو البطولة المميزة اللي ما تنساها يعني ودنا نذكرها اليوم في الحصاد الرياضي؟ بطولة آسيا، هذه آخر بطولة. البطولة كانت حلوة انزل، وإنجاز لي فيها كإضافة حق السي في مالي، إنجاز ثاني آسيا. هذه البطولة إن شاء الله القادم أحسن يكون. إن شاء الله بإذن الله تعالى في بطولات قادمة حاط عينك عليها إن شاء الله في القادم من الأيام. بطولة عالم بإذن الله. متى بتكون الله. إن شاء الله؟ للحين مو يعني ما لها وقت محدد، يحددونها مبكر، بس أنت لازم تكون جهز لأن إذا قالوا لك راح تروح على طول. فالك الفوز إن شاء الله، وشكرا لك ولحضورك في الحصاد الرياضي. العفو، ما سويت شيء. شكرا لك. إذا إحنا مستمرين معاكم في برنامج الحصاد الرياضي.
ننتقل معاكم إلى الفقرة القادمة، فقرة الحدث، وتنطلق بعد غد بطولة الكويت الآسيوية لرماية أسلحة الخرطوش لعام 2024 التي ستقام بمجمع الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية بمشاركة عدد كبير من الرماة والراميات الآسيويين يمثلون 26 منتخب، وتستمر المنافسة لمدة 9 أيام. من المتوقع أن تشهد ميادين الخرطوش منافسات محتدمة. نشوف هذا التقرير معاكم. تنطلق بعد غد بطولة الكويت الآسيوية لرماية أسلحة الخرطوش 2024 والتي ستقام خلال الفترة من 13 ولغاية 23 من الشهر الجاري بمشاركة عدد كبير من الرماة والراميات، وتتضمن إقامة منافسات في رمايتي السكيت والتراب للرجال والسيدات والزوجي والمختلط وكذلك الناشئين. وتكتسب البطولة أهمية كبيرة لكونها مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة المقرر إقامتها في باريس الصيف المقبل، حيث أنهى نادي الرماية كل الاستعدادات التنظيمية والفنية لاحتضان هذا الحدث الكبير، إذ باتت ميادين أسلحة الخرطوش جاهزة للمنافسات. وتحظى البطولة بإشراف مباشر من الاتحادين الدولي والآسيوي للعبة. شاهدنا معاكم هذا التقرير الجميل والحديث أكثر حول استعدادات نادي الرماية الكويتي لبطولة الكويت الآسيوية لرماية الخرطوش 2024. يسعدنا أن نستضيف معنا في الاستديو الأستاذ محمد الفهد نائب رئيس حكام أسلحة الخرطوش في نادي الرماية الكويتي. حياك الله كابتن، نورتنا في الحصاد الرياضي. الله يحييك. يعني هذه البطولة مهمة جدا ويمكن لها أهمية خاصة عندنا في الكويت، أغلب رماتنا دائما متوجين بالذهب ودائما موجودين في المحافل الدولية، فإحنا نقول المشاركة راح تكون إن شاء الله ممتعة لكل من يشارك في البطولة بعد غد إن شاء الله. إن شاء الله. بالبداية مسي عليكم بالخير ويعطيكم العافية على تغطية البطولة الآسيوية. للأمانة هي وايد مهمة بالنسبة حق الأولمبيات فرنسا باريس 2024. إن شاء الله راح تكون فيها كوتات ضم البطولات المنافسات اللي راح تكون عندنا إن شاء الله ميادين الشيخ صباح الأحمد الصباح. وطبعا بالإضافة للاتحاد الآسيوي الإعدادة لهذه البطولة المهمة الصراحة هي تضيف 8 كوتات تخول الغار الآسيوية دخولها المنافسات الأولمبية. طبعا يعني ما يعني لا شك يعني تجهيزات هي من تقريبا من فترة أكثر من سنة، وإحنا قاعد نعد لها وقاعد نتابع البطولات اللي قامت في كرواتيا بطولة العالم اللي بعدها حصل عليها ناصر عفوا خالد المضف على الكوتا متخوله حق دخول الأولمبيات فرنسا 2024. فالحمد لله الميادين معدة بشكل يعني يطابق حق المنافسات اللي بباريس 2024 راح تكون، وهي نفس الميادين أو المكاين اللي راح تكون على الميادين في المنافسات. فهذه راح تكون إضافة حق اللاعبين ومشاركين معانا من دول الغارة الآسيوية في البطولة المقامة على ميادين إن شاء الله. نعم، يعني إن شاء الله بتكون التجهيزات كاملة وآمنة خاصة لأسلحة الخرطوش إن شاء الله بإذن الله تعالى. لا شك أن تكتسب البطولة أهمية كبيرة كونها مؤهلة مثل ما ذكرت للألعاب الأولمبية المقبلة باريس. شلون ترى حظوظ منتخب الكويت للرماية في هذه البطولة إن شاء الله؟ الحمد لله تم الحصول على كوتا من الرامي المميز الأولمبي أخوي خالد المضف، وطبعا بلعبة التراب، وإن شاء الله نتمنى إحنا عندنا الحين بالنسبة حق منافسات التراب الفردي عندنا كوتين راح تكون موجودة بهذه البطولة منافسات، وتمنى المنتخب الكويتي حصوله على الكوتا فيها إن شاء الله. إن شاء الله يستاهلون كل خير، وخاصة هم سباقين يمكن فيها. نعم. اللعبة مميزين أيضا أكيد الكويتيين. أكيد. أهمية يمكن وجود القانون الرماية الأسلحة في الخرطوش بالنسبة للسكيت والتراب، يعني في ضوابط للسلامة لازم تكون موجودة. صحيح.
بسم الله، يعني الحمد لله تم نهاية طبعا الأسبوع اللي فات كان عندنا بطولة، عفوا مو بطولة، دورة مثل ما تقولين إضافة للبطولة، والمنافسات راح تكون بالألعاب عندنا هنا بالكويت. فاستضفنا الحكم أو احنا نقول أستاذ محمد عبد الله الحمادي، أخونا طبعا هو المدير الفني حق البطولة في المسابقات هذه، وهو كان عندنا محاضر دولي جاينا ضيف وعطانا القوانين وآخر مستجدات القانون في القوانين لعبة التراب والسكيت. نعم. واللي هي راح تطبق إن شاء الله بأولمبياد فرنسا 2024. نعم، هذه القوانين متغيرة كابتن، يعني من سنة لسنة ممكنها تتغير؟ يعني بالعادة تكون بين اجتماع اللجنة الفنية حق الاتحاد الدولي يكون في تغييرات بسيطة على طريقة الفاينل، طريقة المسابقات، يعني يسعون الاتحاد الأمانة الدولي للأفضل للرامي ومنافساته وشلون يقدر ياخذ احنا نقول يعني حقه ووصوله للميدالية الذهبية بدون يعني ظلم. نعم أكيد، ويمكن بالنسبة للبعض هذا كان سؤال دائما يمكن يفكر فيه المشاهد أو حتى المهتم في موضوع الرماية. نعم. إذا صار خلل في الأطباق أو النتيجة ما عجبت الرامي أو ما اقتنع. نعم. فيها شلون ممكن يعدل في ثواني في دقائق؟ نعم. شلون؟ طبعا هو على تبع القانون الدولي. نعم. بهذه المسألة يحق للرامي يعترض هو أثناء رمايته بالميدان بعد ما يرمي ويعطي القرار الحكم، هو نفسه الرامي يقدر يعترض قبل بداية الرامي اللي بعده بالرماية. إذا هني بهذا الوقت يحق له أن يعترض، وإذا كان اعتراضه لاحق فيه يأخذه بالميدان. نعم، على طول في نفس الوقت. صحيح. صحيح. نلاحظ أن في هناك اختلاف في عدد الأطباق في منافسات الأدوار التمهيدية وكذلك النهائية من رماة الخرطوش. إيش اللي يفرق التمهيدي عن النهائي؟ نعم، التمهيدي إحنا نقول إحنا جولة تمهيدية منافسات بين الرماة بشكل عام هي 25 طبق بلعبة التراب والسكيت. نعم. بالمنافسات اللي احنا نقول الأطباق الفاينل يختلف من لعبة للعبة، وهذا نفس ما قلنا تغيرات تصير بالقانون. القانون يعني مرات نقول له نعطي مثلا مجال حق الرامي اللي بعده يحق له يدخل بالمنافسات اللي هي الفاينل ميدل. طبعا طريقة شروط دخوله تختلف، فكل فترة يعني الاتحاد الدولي يحسن دخول أو يعني سماح حق المنافسات اللي بالكواليفيكيشن اللي هي 25 طبق دخولهم حق الفاينل. نعم. بأكثر عدد، يعني قبل فترة كان في 8 رومات يدخلون يانا الفاينل، بعدين قلصوا وقالوا لا ياخذ وقت من الفاينل، نزلوه لست رومات اللي الحين راح يكون بالمنافسات عندنا 2024. نعم، انا ودي اسالك عن المشاركين هالسنه معانا. نعم. في من خارج الكويت اكيد، ومثل ما ذكرتهم ابطال اسيويين. صحيح. شلون تمت دعوتهم او مشاركتهم، وان شاء الله هل هم يعني مستعدين لاجواء الكويت؟ عندنا طبعا دائما هناك يمكن الرياح، درجه الحراره، الشمس. صحيح. الغيم، هذه الامور. نعم. كلها يعني اكيد تاثر عليهم. صحيح. فتهيئتهم مثل جو الخليج مثلا. الحمد لله، يعني احنا ميادينا شويه نوعا ما معروفه بالشرق الاوسط وعلى مستوى العالم انها من افضل الميادين للامانه من ناحيه احنا نقول الراحه قبل بدايه التمارين في المعسكر في الميادين. والحمد لله ميداننا مجهز تجهيز، يعني حتى المنافسات لما تكون بالامور مثلا امطار او يعني شويه صعوبه في الاجواء، يعني في اماكن مخصصه حق الاستراحه عقب ما مثلا يا مطر يردون يكملون التمرين عندنا. ونفس الوقت احنا قبل 4 أيام كان في معسكرات يونا من الهند وفي من السعوديه وصلوا وبالفعل وقاعد يتدربون الحين يتجهزون. نعم. حق المنافسات راح تنطلق ان شاء الله التدريب الرسمي لهم باكر ان شاء الله. ويعني حلو انه ياخذون على اجواء الكويت. نعم. عندنا يمكن الجو شوي مشمس. صحيح. عندنا نوع من بس الرياح، بس اجوانا يعني ما شاء الله الحمد لله حلوه. حلو. نعم، في يمكن مسابقه اللي طافت كان حصل غيوم عندنا في الكويت. صح. فايضا طبعا بعض اللاعبين يمكن شويه تاثروا ويقولون احنا متعودين على جو الكويت. صح. الغيم شوية أثر. صح. فأيضا اللاعب يكون دائما مهيئ لمثل هذه الأجواء المتقلبة. بالضبط، يعني الرماة بشكل عام هم متهيئين حق يعني أو يعني طقوس الأربعة، يعني لما يعني مثلا يشاركون يوم مثلا عندنا احنا بالكويت أجواء باردة. صحيح. فترات في عندنا تصير مشاركات أول بداية الموسم أجواء شوية تكون حارة، وتدريباتهم طريقة العدسات النظارة، طريقة تجهيزهم حق اللبس في التمارين تختلف من موسم لموسم. نعم. صح.
الأخطاء اللي ممكن يقع فيها اللاعب في الميدان أثناء المسابقة، شو اللي ممكن يحصل مع اللاعب داخل الميدان؟ والله احنا اهم شيء عندنا الاخطاء ان شاء الله ما يعني ما تكون موجوده، ونسعى للامانه كاحنا طاقم تحكيمي واداري انه ما يكون في يوقع يعني خطا داخل الميدان، لان نتكلم مكان في ذخيره حيه اسلحه، مكان شويه يكون خطر. فاحنا اهم شيء عندنا بالميادين الامن والسلامه، السلاح ما ينفتح او عفوا ما يتسكر الا داخل محطه وقت الرمايه، بعدها يكون مفتوح، واي خطا او مثلا اي مشكله بعيد عن السلاح فاحنا ان شاء الله نداركها وما عندنا اي مشكله يعني ان شاء الله. نتوقف شويه عند موضوع مهم جدا وهي دوره حكام اسلحه الخرطوش الدوليه. هذه الدوره مهمه جدا وافتتحت يمكن يوم الاحد الماضي اللي تم يمكن تحضير فيها الكثير من الامور، وايضا الحكم الدولي القطري عبد الله الحمادي كان موجود فيها، والمندوب الفني للاتحادي الاسيويين، تزامنا مع انطلاق بطوله الكويت. وجود مثل هذه الشخصيه المهمه، وايضا نتكلم عن الدوره وخاصه ان في عندنا حكام الخرطوش ناشئين. صحيح. نعم. بالبدايه يعني عبد الله الحمادي استاذنا وما شاء الله يعني نتعلم منه، وهو محاضر دولي، والحمد لله يعني يعني نشكر الاتحاد الاسيوي على يعني تجهيزه او له زيارته يعني عندنا هنا بالكويت قبل بدايه المنافسات، وما شاء الله يعني قبل فتره كانت في منافسات عندهم قطر، واخر تحديثات القانون كان عندهم بطوله عالم، فيا زيارته انه هو انعكاسا هم ان عندهم كانت خبره يعني بتجهيزات البطوله مع بطولتنا، وما شاء الله يعني خلصنا الدوره كان يوم الخميس، اجتياز ضيوفنا من عمان وفي من الامارات كان زايرينا، بالاضافه حق الحكام الكويتيين الجدد يعني هم ما شاء الله يعني مو جدد يعني هم لهم خبره سابقه كرومات في كهوات، فحابين مجال التحكيم ودخلوا ويانا، ما شاء الله يعني كانت من يعني دورات مميزه. نعم، الدورات مهمه جدا بصراحه لتجديد الحاكم اكثر. صحيح. يعني على اخر القوانين وايضا تهيئته بشكل تام للبطوله القادمه. انا ودي اتكلم عن النساء، كانوا موجودين مشاركين في الدوره ولا لا؟ للامانه للاسف ما كانوا ويانا مشاركين، بلى عفوا ذكرت عندنا من الامارات. نعم. كانت مشاركه ويانا حكمه اسمها رجاء مسيها بالخير. من الكويت؟ من الكويت للاسف ما في. ليش ما عندنا؟ احنا مشكله يعني نواجهها، يعني حتى الحكمات عندنا حكمات يعني ينعدون يعني بسيط، يمكن خمس حكمات اللي مشاركين ويانا طول الموسم، ويعني من هني يعني اقول لك حياهم الله. وفي دورات كل سنه تنزل وتابع الهيئة الشباب الرياضة والاتحاد العربي والاتحاد الآسيوي، عندنا نادي الكويت للرماية. نعم. يعني هم يسعون للأمانة يدعمون العنصر النسائي بالميدان في الرماية، نفس ما قاعد أشوف بطلاتنا يشاركون ياخذون على مثل ما عندنا عنصر نسائي. نعم. في الرماية وهم متميزات. صحيح. ما شاء الله نحتاج أن يكون عندنا حكم أيضا في مجال الخرطوش إن شاء الله. وفي بالفعل. نعم. ويانا يعني حكم فتوح بن حسين. نعم. مشاركة ويانا بالبطولة، وهي الإبراهيم حكمات دوليين ومشاركين ويانا ان شاء الله بطولة الاسيوية ان شاء الله. وتستاهل المرأة انها تكون موجودة وتكون عنصر فعال ايضا في مثل هالبطولات المهمة. بناخذك شوية لسؤال ثاني تفصيلي اكثر، هو الفرق بين الحكم والجوري. ايه، يعني شنو الفرق بينهم وهل لازم يكونوا الاثنين هم موجودين داخل الميدان؟ ايه، الحكم هو الحكم اللي داخل الميدان. نعم، بالفعل داخل الميدان. الجوري هو المراقب الحكم اللي داخل الميدان. احنا تكلمنا اول ما حصل اعتراض قلتي لي من الرامي. ايه؟ قلت لك ياخذ القرار بنفس الوقت. نعم. ومراقبه يكون الجوري. في حال صار اعتراض من مثلا الحكم والرامي داخل الجولة ما توصلوا حق اتفاق، الجوري يصير مثل باك اب حقهم ويحلهم الموضوع، مثل الجاج داخل الميدان يكون متابع له الحكم والرامي، على اساس انه ما ياخذ وقت موضوع التدريب الاحتجاج ويأخر عندنا الجدول الزمني حق البطولات. نعم. بين احيانا ايضا يمكن هذا النوع يربك اللاعب. صحيح. اللي ينطر دوره مثلا يتوتر او يتوتر يتوتر حتى. صحيح. المجموعه كامله. نعم. نعم. فاحنا نحاول نقلل هالمواضيع ان شاء الله. احنا نتمنى السلامه للكل والفوز، ودائما نتمنى الفوز لمنتخبنا الكويتي المشارك ولاعبينا المشاركين فيها البطولات المهمه جدا، ويا ريت الكويت تستضيف اكثر واكثر في مجال الرمايه. ان شاء الله. ان شاء الله. وبالنهايه والله اشكر يعني الامانه الاتحاد الاسيوي
على يعني ترتيبه وتنظيمه والاتحاد الكويتي بالإضافة حق يعني صراحة يعني الاستاف الإداري والإعلامي اللي غطوا إن شاء الله البطولة راح نشوفها وحصول الكوتات حق منتخبنا الكويتي وحق يعني دولنا الأشقاء دول الخليج بالكويت إن شاء الله. نعم، كل الشكر لك لحضورك برنامج الحصاد الرياضي. شكرا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حضور حلقة اليوم، وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا فيها وشفتوا هذه الإنجازات الجميلة الكويتية على أرضنا الحبيبة الكويت. نلقاكم في حلقة قادمة من برنامج الحصاد الرياضي. إلى اللقاء.